انا بس عاوزه اروح برضو الهند، واحكي لنا يا هند انت عانيتي من ايه وعديتي منه ازاي. ببساطة خالص، أنا وأنا عندي حوالي 16 سنة تعرضت لحادثة حرق في المطبخ، بيتعرض لها ناس كتير جدا. صحيح. بس اللي بيحصل بعد كده إن احنا نوعا ما في المجتمع المصري أو المجتمع العربي ما عندناش خبرة إن بعد ما بيحصل أي حادث أو أي مرض أحيانا بيحصل إفكت معين المفروض نروح لدكتور نفسي بعدها. للأسف محدش تروما بيحصل، محدش نبهنا لحاجة زي كده. طبعا حصل لي حاجات كتيره قوي في النص، ان هي انا بقوم من النوم بفتكر كل الحادثه، لان برضو زي ما اميره ذكرت ان احيانا بيجي لك الحادثه. انا لما النار مسكت فيا انا ما صرختش، ما عملتش اي حاجه غير ان انا قفلت الانبوبه فضلت مكاني وجالي زي صدمه. ايوه اللي بيتصرف بقوه كده في الموقف ما بيعرفش يرجع طبيعي تاني يعني. والدكتور هيقول لنا برضو وما صرختش وما عملتش اي حاجه خالص، كنت قمه ثبات انفعالي. انا ما اعرفش جبته منين وانا عندي سن صغير يعني 16 سنه. بعدها طبعا ابتدى ان انا اطلع للمجتمع، المجتمع كان بيرفضني لان نوعا ما برضو المجتمع تنمر بقى في كل حته طبعا. ايه ده، قله ثقافه وقله وعي وقله تربيه. فكملت الدراسه، طبعا الدراسه تنمر من الزمايل لحد ما خلصت الكليه اعدادي ثانوي كليه. خلصنا كل دوت، بعد كده الارتباط نفس القصة، ارتبط شوية وبعدين يا إما قبلها بترفض يا إما في النص بترفض يا إما في الآخر بترفض. ما فيش حاجة تانية بقى، عايزة تشوف الخطة هتيجي إمتى بالظبط. بالظبط يعني، معلش اللي كان وإيه بترفض دي، ده هو الخسران طبعا. بس ده اللي بيحصل في الأغلب. كان بيقول سبب معين ولا كان بيقولها كده صراحة؟ لا، في ناس بتقول ما شاء الله أنا شايفاكي فلة وزي القمر وكاملة متكاملة. في ناس بتقول بطريقة صريحة إن هم يعني خايفين ان هو يكون حب اندفاع، وبعد فتره ان هو انت ايه اللي يجبرك على حد عنده مشكله او حادثه او لا اختلاف. لا اله الا الله، يعني هم شايفين كده، محدش فينا خارج من كده يعني. او هم شايفين ان هو الاصابه اغلب الناس يا استاذه منى بيعتبروا ان الاختلاف يعني الشخص نفسه ولا اسرته او المحيطين بيه. لا، هو الشخص نفسه بيبقى حبك وعايزك ومقتنع بيكي. طبعا يعني مش صالونات ولا حاجه، لا انت مقتنع بيكي. لا، راجل محترم طبيعي فاهم. ايه بقى هو الخسران يعني؟ مين بقى بيتدخل يخش يبوظ الموضوع؟ والله الاستاذ هيبقى اهله، صحابه، البنات الكويسه كتير. ليه تاخد واحده عندها مشكله؟ كما ليه تاخد واحده عندها حرق وبعد حين؟ ليه تاخد واحده انت زي الفل اهو؟ بيعتبروها، بيصنفوا الشخص اللي عنده مشكله ايا كانت اختلافه ان هو درجه تانية. يعني هو ما ينفعش ان انت تظهر في اماكن عامه، ما ينفعش ان انت تشتغل حتى لو معاك شهاده جامعيه عاليه، ما ينفعش ان انت تقعد في مكان عام. ده اللي بيخلي برضو ان حضرتك مش بحييكي انك بتحكي المشكله وانت بتضحكي، ده قمر عادي تغلبتي عليها واضح كده. لا نعرف ازاي. بصي يا هند، احنا قبل ما نطلع فصل عايز اقول لك بس حاجه واحده، اللي باعنا خسر دلعنا. صح كده ولا ايه؟ حصل.